مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. نزل عندنا تحديث جديد تطبيق سناب شات، التحديث هو رقم 12.58.061. قبل ما أبدأ أشرح الطريقة الصحيحة للتحديث وأتكلم عن ميزة الأرباح اللي وصلت إلى تطبيق السناب، أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو أو ما مشترك أنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك للفيديو. في البداية، المنافسة بين التطبيقات جعل تطبيق السناب يعطي أرباح حتى بالنسبة إلى الستوري، يعني أنت من تنزل ستوري راح يصير عليها أرباح، لكن هذه الأرباح راح تكون حصرا في بعض الدول، مو لكل الدول، وأنا شارح عليها وميزة الستوريات أيضا في بعض الدول. وممكن تشاهد هذه الفيديوهات مالتي، وراح أنزل فيديوهات جديدة عن الدول الجديدة اللي انضافت. فالمنافسة بين التطبيقات جعلت السناب يحاول أنه يجذب أكثر عدد من المتابعين، لأنه مثل ما تعرفون اليوتيوب وبعدين التيك توك وبدأ الفيسبوك والريلز وكل التطبيقات تحاول تجذب أكثر عدد من المتابعين. لو كنت بلد مؤهل، حاول أن تستفاد من هذه الميزات الموجودة بالسناب، طور نفسك، لكن انتبه إلى بعض الأخطاء اللي ممكن تحتفظ حسابك. ممنوع تفتح حسابين سناب على نفس الهاتف، هذا أكبر خطأ، أو أنه تأخذ فيديوهات من تطبيق تيك توك أو فيسبوك وتنشرها، هذا أكبر خطأ، أو الخطأ أنه تزيد المتابعين بطريقة وهمية، أو هذا أيضا أكبر خطأ، وبعدين للأسف راح ينحذف حسابك. الآن الطريقة الصحيحة لتحديث السناب، حدث السناب بصورة صحيحة، في البداية راح نروح على الأبل ستور، ندخل بالأعلى وننزل الشاشة إلى أسفل، راح تنزل التحديثات النازلة، ونزل عندنا السناب والتليجرام، التحديث برقم 12.58.061، 272 ميجا. قبل ما أحدث أروح على الإعدادات، أنزل على عام، أنزل على تحديث البرنامج، أتأكد آخر تحديث، بعدها راح أنزل على مساحة التخزين، المساحة الكلية 128، المستخدم 100، الفرق بيناتهم لازم يكون عندك أقل شيء 30 جيجا تقريبا، تمام؟ بعدها راح أنزل على السناب، راح تشاهدون عبر الواحد جيجا، اللي راح أعمله أعمل حذف التطبيق ورجعه. ليش أحذف التطبيق ورجعه؟ حتى هذه المستندات والبيانات تروح، وكل شيء راح ينحذف عندك. هذا خطأ إما من تطبيق السناب أو أكثر شيء من التحديث iOS 17.1 اللي أيضا مشكلة البطارية موجودة عنده. فاللي عمله أحذف التطبيق وأرجع بالنسبة إلى الأبل ستور، أرجع نزله مرة ثانية، راح ينزل تطبيق محدث بدون أي مشاكل. حملت التطبيق من الأبل ستور، أدخل عليه، أعمل تسجيل دخول، هذا حسابي KJLD 123525. حبيت انه تشاهدون كم صارت المساحة الآن. لو دخلنا على الإعدادات ونزلنا إلى الأسفل، راح تشاهدون المساحة، مساحة السناب صارت 300 بعد ما كان تقريبا جيجا ونص، جيجا وحدة راحت. أتمنى بنهاية الفيديو استفادتوا. لا تنسون ندعموا قناتي بلين بعيون عربية بالاشتراك ولايك، فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي. تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها بالرسائل، أنا حاضر. شكرا لكم، مع ألف سلامة.